المتسابق سجاد غانم من النجف الأشرف، تسلسل رقم 10. بالمرحلة الأولى أثار أداء المبهر استحسان اللجنة وتفاعلهم على طول قراءته، وحصل على العلامة الكاملة. قالوا لحيل ورسومة، قالوا لطايح ليش أخو يم النهار تلقينا عمت عينك ما يرضى يعبر ليش سهم صد السهام بعينه الله صد السهام بعينه قلت لهم تعرفين من تشفينا بمرحلة التراث كان سجاد لامع بحضوره ومبدع بأدائه، وحصل على اللون الأخضر من كامل الحكام، لكن اختار يكون ضمن فريق الشيخ ميثم التمارة. الله عليك، تقرب تقرب قصيدة كلها من واقع خيالك الله أقرأ الله واسمع الله الله عن قصصها وبالخطأ لا تقع بالك الله 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 تمثل العقيلة كون تنصفها بمثاله. بمرحلة المواجهات كانت المنافسة صعبة للغاية، لكن تمكن سجاد من التأهل للمرحلة التالية. أما بمرحلة التصفيات استمر سجاد بأداء وصوته المميز، وحصل على ثقة الحكم وتأهل لمرحلة التصويت رغم بعض الإخفاق البسيط. شو وقت ما أدري هواي أدري إيه؟ أسمع صوت من بابي الحسينية صوت أمري يشبه صوت الزهرة هاي طويل دموع الحارة وردة بس دبنا لكن صايرة خلاص خلاص بارك الله تعبان كل الصوت بارك الله وليد صحة وسلامة حتى وانت تعبان صوتك حلو جنن جنن كل التوفيق ان شاء الله يا حبيبي عندنا قص برعم نعم وقلت اسحب من اي فريق صح ف ضميري وقلبي ما يسمح لي أترك سجاد يغادر نعم فسجاد أخذه وياي فريقي إذن سجاد غانم الشويلي تأهل للتصويت ضمن فريق الشيخ ميثم التمار إن شاء الله